صباح الورد أستاذة ناهد، وإحنا سعداء بوجودك معنا. واليوم راح نتكلم عن إعادة تدوير الكثير من الأشياء اللي ممكن تكون موجودة ويانا بالبيت وإحنا ما ندرك أهميتها أو قيمتها، ممكن تطلع من أدها كل هاي الأشياء الحلوة. وعلى فكرة هاي الأشياء من نشتريها من المحلات بأسعار يعني تخض على قولتكم. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. خلينا نبتدي من وين ابتديت تفكرين بهالتفاصيل وشون بديت تجاسفين أنه تشتغلين هذا الموضوع؟ هو دي هواية عندي من زمان طبعا، ما لهاش علاقة بدراستي خالص. وبعدين كنت أنا دايما أحب أن أنا أعمل حاجة جميلة من لا شيء، فده طبعا بيبقى شيء جميل قوي. وده نابع كمان من مثلا ايه تطور الصناعه برضو، وبعدين في انتشار كتير للخامات البيئه اللي موجوده. فده كل فنان بقى بياخد الحاجه اللي تناسبه من المخلفات دي وينتج بيها فن جميل بيفيد نفسه وبيفيد ايه المجتمع وبيفيد غيره طبعا. نعم. ففي مثلا فنانين بياخدوا العلب، في فنانين مثلا بياخدوا لعب الاطفال بيعملوا منها قواعد للشابوهات الاباجورات. في افكار كتير قوي. طب انت ايه الماتيريال اللي انت بتستخدميها؟ يعني انا شايفه مثلا العلبه هاي عندك مستخدمه ماتيريال كتير، يعني حتى فيها مقص. يعني دي مثلا علبه، اول علبه التورته الايس كريم. ايوه ايوه، دي ساعات علب بنجيب فيها الايس كريم. فدي بدل ما نرميها احنا نستفاد بيها، نغلفها والتغليف كمان بورق برضو من البيت. وكل مخلفات اللي هي البواقي بتاعه الخيوط. نعم. مقص قديم. والماده اللي عليها اللي مطبوعه عليها شو هي؟ دي لحفظ ادوات الخياطه. يعني هي خاصه بادوات الخياطه. فعشان كده زينتها بما يعني يتناسب مع الفكره اللي في داخلها. بالظبط كده. وخامات بسيطه جدا ومتوفره في البيت، والنتيجه زي ما انتم شايفين كده. انت اخترتي اللون الذهبي، بختيها باللون الذهبي كله. دهنتها ذهبي. لا، دهانات. دهنتها بالبني الاول وبعدين زينتها باللون الذهبي. بس القطع المعدنية هذه ثقيلة، كيف ممكن أنه تثبت بهالطريقة؟ إطلاقاً. يعني تثبت الطريقة أنه يعني تشوفوا مشاهدينا الكرام، هاي كلها قطع بلاستيكية وحديثية ومقص، فهي ثابتة بطريقة ممتازة جداً. طيب احنا نقدر نشاهد شيء؟ في مثلا فكرة تانية برضو بسيطة جدا، علي التزيين المطبخ. دي كمان من ايه؟ قواعد التورتة. ايوه. وده تزيين بقش بيض برضو. وورق مناديل ملون. ايوه، احنا نقول هذا الكلام لكن الناس يمكن يعني شنو قشر بيض ومناديل؟ ما هي دي محتاجه حس فني، ومحتاجه ان ربه البيت تبقى شايفه ممكن استفيد ايه بالحاجه اللي انا مهمله عندي في البيت. فده مثلا احنا تورته بنجيبها بتخلص بنرمي خامتها، لا، انا استفدت بالخامه بتاعتها بالقواعد، استفدت بقشر بيض. قشر بيض في كل بيت طبعا. مش لازم ورق، مش عندك ورق، ممكن ورق الفويل تزيني اي شكل. ممكن اي حاجه، اي خامه متوفره عندك سهله عليكي تلزقي قواقع مثلا. صحيح. اي خامه، مش لازم ورق مناديل. صحيح. انا متوفر عندي استخدمته، والشريط نفسه الشريط اللي بيتربط بيه العلبه هذا موجود متوفر. بالظبط. طب انا شايفه هنا عندك شيء جدا حلو، مقلايه واللوح تبع تقطيع الخضار. بالظبط. دي كمان برضو من خامات البيئه اللي موجوده في البيت. ممكن قطاعه. لا، زينه. زينه فقط. يعني يكون احنا استخدمنا، يعني هي قطاعه فعلا باظت خلاص استخدمت كتير، بدل ما تترمي
لا انا استفدت بيها بزينه بحيث انها برضو تزين بيها البيت. تمام، وهي حلوه بتنحط بالمطبخ. والمقلايه برضو معاها كتير، في مقلايه تكون بس خلاص صاحبتها قديمه برضو، بيبقى الاثنين مع بعض كده للزينه، ممكن تكون زينه صحيح. انت مستخدمه قشر البيض فيها والرسم؟ لا لا فيها قشر فيها بيض، وايضا مناديل ورسمات وكمان خيوط. ده الذهبي ده خيوط عشان يكون في شيء بارز فيها. يعني استخدمت خيوط باقية. كيف يتم تنظيفها؟ فيها عليها مادة عازلة بفوطة مبلولة بتتمسح، ممكن انه هي تتمسح. طيب الان احنا ممكن نشاهد تشتغلين شيء معين قدامنا. نتابع الموضوع مع بعض. هاي عبير بعد اذنك. تمام، ممكن ننزلها تحت الطاولة بس علشان يصير عندها مجال. في مثلا انا جايبة الطابلو اللي موجود ده، هذا ده برضو عبارة عن اطباق، مجموعة اطباق يعني اطباق منوعة من عندي. بس هاي انت اللي مثبتة عليها الورق هذا. هذا ورق ولا رسمات؟ لا ورق باشكال مختلفة. بالضبط، احنا بنستخدم مثلا فرشة، بنستخدم مادة سايلة كده اللي اسمها السيلور او المادة اللاصقة للورق. هي شبيهة بالغيرة؟ بالغيرة المخفف، شبيهة بالغيرة المخفف. شبيهة بالغيرة المخفف. بس هي حلو. أفضل لأن الغيرة المخفف دلوقتي أوقات بيسيب طبقة مغبشة كده. مثلا نستخدم عجينة ورق. عجينة الورق دي، عجينة ورق مثلا أنا جايباها من كرتون البيض. كرتون البيض مثلا. بنقعه في ميه يعني سخنه، ممكن نعمله بالبيت. بالظبط، كرتون البيض. أيوة. بيتنقع وبعد كده اعجنه بغيره ويبقى عجينه ويفضل يعني طري. يفضل طري منه. انا ممكن اخد منه كده، وبيفضل في الكيس. يتحط بره ولا في البراد؟ دوت بره، ده في المطبخ عادي. بس يفضل لو هيقعد مده طويله يتحط في الثلاجه كده. وتلزقي على مثلا اي علبه عندك. تلزقي، هو اصلا في مادته اللاصقه للغيره بتاعه. وتشكلي بايديكي باي شكل، بشوكه تعملي كانه صلصال. بالظبط بالظبط، وبعدين تدهني وتلوني. هو بعد ينشف بعدين؟ ينشف بيبقى زي الازرق ده. ده عجينه ورق او ده، وانا حطيت اضفت عليه كده القواقع. ويندهن بينشف جدا، بينشف. يعني العلبه هاي اعتقد علبه جل او اي علبه فاضيه. هي استخدمت العجينه اللي الان شاهدتوها، وشاهدوا شلون بعد ما نشفت لونتها، بس ثبتت الاصداف عليها بطريقه بحيث هذا المق شلون ما يكون شكله متلوف او شيء ما راح يبان، حيبان عندنا يعني طقم مثلا علبه مناديل مع المق بشكل لذيذ، ويتحط مثلا في الحمام، يتحط في ركنه، يتحط في مصيف. بصير كثير تطلع حلوه. أيوة. وبنفس الوقت عملي وممكن استعمله. والمج اساسا مج من البيت، ايده اتكسرت فاستخدمناه بشكل فني جميل. فدي بسيطه جدا. بنحط العجينه كده، وان احنا ممكن وهي طريه نلونها ونلزق عليها اي خيمه. هاي العجينه ممكن انه احنا نستخدمها على طبلوهات كبيره، ممكن مصدقة. نغلف بها مثلا الرفوف. بالظبط. وممكن اي قطعه، يعني لو عملنا مثلا قطعه كرتون بشكل رف ولزقنا عليها ده وسبناه ينشف، هيبقى عندك رف حلو جدا ومبتكر. وطبعا اضافه الالوان يضيف. بالظبط كده، ونلزق عليه خرز، نلزق عليه صدف، نلزق عليه ورق، نلونه زي ما هو كده، بس نشكل مثلا، نعمل مثلا اشكال كده بخامات بسيطه جدا هتديكي شكل. ده حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا ممكن برضه اوريكم بتستخدم ازاي، ورق المناديل طبعا. اي هو هذا اللي احنا كنا نتكلم عليه، اللي احنا شاهده هنا. هو ده بالظبط ورق المناديل دوت اللي انا مستخدماه في الاطباق. والطبق الاصلي هو طبق ابيض ومثبته عليه منديل، يعني هاي النقشات اللي شاهدوها هي ورق مناديل. شاهدوا هنا، بس هي طريقه ثبتها هي ورقه مناديل عاديه خالص. اهي بقصقص منها، ممكن اقص الوحده نفسها او ممكن الزقها على بعضها. تمام. في منها اشكال طبعا، ده شكل ودي الشكل الثاني اهو.
بنلزقها على الصحن عن بطريق الصمغ بالظبط. بس في نقطه بقى، الورق بالذات دوت بيبقى فيه طبقات من ورا، لازم الطبقه الخلفيه دي لازم نفكها، يعني يكون تثبيت الطبقه الاولى اللي فيها الملونه البصمة. الملونه فقط بالظبط كده. تمام، هي لازقه جامد. صحيح ممكن احيانا يكون في صحون يعني ربه البيت ما بدها اياها، او خلاص يعني او خلاص الطقم مثلا بقى منه واحد بقى منه حاجه. طيب احنا ممكن نعمل هذا النوع من الخامات، يعني نستخدم هاي المواد، الماده الشبيهه بالغراء، وايضا هاي الماده مال الورق اللي عجينه الورق اللي عملتيها بطريقه يدويه وبسيطه، نلزقها على خامات زجاج، بلاستيك، خشب، على اي خامة، معدن، اي ماده كان. وممكن نشكل بها عجينه الورق دي، ممكن نشكل بها طابلو كامل بشكل مثلا عجبك منظر، زي مثلا لوحه عجباني، انا ممكن اشكلها بدل الرسم بالالوان ارسم بعجينه الورق وبخامات بسيطه قوي، اعمل التشكيل واحفر وارسم شجره، اعمل شجره بالخامه دي، خامه بسيطه متوفره في البيت وتقدري بيها تعملي اشكال كتير. يعني مثلا الطابلو ده انا شفت فيه فويل وكرتون وقماش وورد عندي متوفر عندي استخدمته، فأنا شفت التابلو ده مرسوم بالزيت عجبني شكله، فحبيت إن أنا أبتكر فيه وأعمله بخامات موجودة عندي في البيت، منها الكرتون والفويل والقماش. هي تصير حالجه من الافكار التلقائيه بالظبط. طيب هاي شو الاسلاك؟ دوت انا عملت مثلا ده على بعضه طقم كده، طبق، ده نوع اسمه كراكري، اللي ده هو نوع من انواع البويل بتعمل مع الشغل. فدهنت الارضيه اورنج وعشان احط الورد مناسب مع الخلفيه. وبعد ما خلصت حبيت ان انا ازود اضافه من عندي، اضفت البازه دي بالخيوط، فعملت طقم مع بعض، الفازة مع الشجرة مع الإزازة دي. طيب خلينا نشوف هذه اللي انت عملت لنا اياها بالاسلاك وفيها احجار وعامله شكل اللي هو مثل الزرعه حلوه او شجره صغيره. شو استخدمتي؟ هو نفسها الارضيه نفسها كمان علبه كريم شعر. يعني ايوه صحيح. فيعني ما فيش حاجه اسمها ان احنا نرمي مخلفات البيئه اللي موجوده عندنا، كل خامه تقدر تبدعي. الاحجار هاي تنثقب بالسلك، بشبكها. هي مثقوبه من الاول؟ هي مثقوبه. هو ممكن هذه النقطه اللي قلت لك، عقد مثلا، عقد عادي خالص ممكن، اي نوع عقد، عقد قديم عندك زهقتي منه تفكيه وتشتغلي بيه. طيب احنا هاي الاشياء ايش قد تاخذ من وقتك؟ ايش قد تاخذ من مرات يمكن تظهر عندك علامات صحيه قد تكون صعبه ومتعبه؟ لانه هي دي مفيده جدا جدا، بتخلي الواحد فعلا في مود حلو جدا، غير الابداع كمان. عارفه يعني لو انت متضايقه من حاجه في ستريس جامد عليكي نفسيا، مجرد ما تمسكي اي حاجه قديمه عندك، اي حاجه تشتغلي، مجرد ما بتشتغلي الطاقه السلبيه اللي جواكي بتطلع طاقه ايجابيه بشكل رائع. يا سبحان الله. اي صح فعلا فعلا. طب انا عايز اسال على الصحن والفازه، هذه فيها خامات ثانيه انت مستخدمتها؟ ديت فازه عاديه جدا وطبق من المطبخ، الفازه بيضه عادي ازاز ما فيهاش اي حاجه، فانا حبيت اضيف لها اضافه. الاضافه اللي انا اضفتها ان انا زودت الشغل ده اللي هو بيستخدم في تطريز الملابس، ففي قطعة عندي موجودة استخدمتها بالمنظر ده، مع طبعا الخرز برضو تطريز ملابس برضو. او بس انت شكلك ما تستني الحاجة لغاية ما تبوظ، تبوظيها مخصوص عشان تعمليها. فحبيت ان انا اكون طقم بشكل مختلف عن الفازة سادة خالص، عملتها مع الطبق. بصراحة أنا أكثر شيء لفت نظري عباد الشمس،
هاي عبة عباد الشمس كثير لفتت نظري، لان انا اصلا يعني بحب زهرة عباد الشمس. هي برضو صندوق خشب عندي وهذا مناديل، انا ضايفه ليها مناديل وضايفه ليها المضلع ده، الكرتون المضلع اللي هو بيبقى مغلف بالعلب الزجاجيات، أي حاجه زجاجيه او اجهزه كهربائيه او الاساس بتاع المنزل او اي حاجه. فكان عندي جزء منه استخدمته بالمنظر ده في تزيين اي حاجه بقى، يعني مثلا في الازازه، ازازه عاديه من المطبخ، ازازه ميه، ازازه زيت، بالخامات بسيطه جدا وبالالوان كمان زينت بيها وعملت. حلوه الفكره للاطفال كمان انهم يبتكروا اي شيء من البيت، وهي الاشياء اللي تكون مثلا متواجده بالبيت ويرموها ويتخلوا عنها ممكن يعملوا فيها افكار ويبدعوا هم الاطفال بالزبط. وينمي عندهم بالزبط. الفكره الابداعي عند الطفل حتى ايضا تصير حاله من التقارب بين الام والابناء والمنافسه من خلال انهم يشاركون. ساعات امهات يشتغلون هاي الاشغال اليدويه ويضايقون جدا من ازعاج ابنائهم، لانه الطفل دائما عنده حركه فوضويه، فهي بالعكس لو قدرت انه هي تفتح معاه باب الاهتمام وتخليه ينتبه ممكن هي يشتغل تجيب له الصلصال الخاص بالاطفال وتخليه يشتغل، تعمل له في البيت عجينه زي دي مش مضره ما فيهاش اي ضرر. ممكن عجينه الملح كمان بتتعمل في البيت ما فيهاش اي ضرر. اي هي مكونه مقادير عجينه الملح؟ عجينه الملح دقيق وملح بيتعجنوا بغيره او ميه، بتتعمل زي الصلصال بس دي بتبقى محتاجه ان هي بعد ما تتعمل تدخل فرن. ممكن عجينه سيراميك، عجينه السيراميك مش محتاجه فرن وبتبقى عامله زي الصلصال وسهله التشكيل برضو، عباره عن غيره ونشا ومع شويه زيت، معلقه زيت مثلا ورشه ملح او بدل الزيت ممكن فازلين او كريم، بتتعجن بتبقى حلوه جدا جدا حلوه. ممكن نلونها كمان وتتلون الوان تشرف وتشكل بيها اي اشكال، بتبقى نتيجه هايله بين الام والابن بتبقى حاجه جميله قوي. وخامه برضو موجوده في البيت وسهله جدا وصحيه، ما فيها مشاكل، ما فيهاش اي مشاكل. الاستاذه ناهد، يعني احنا سعداء جدا بوجودك معنا في هذا الصباح، ونتمنى لك دائما تكوني مغدقه بالافكار. ويسعد صباحك يا رب. يسعد صباحكم جدا. مشاهدينا الكرام، الان راح اكون وياكم وتقرير في هذا الصباح. يتكلم هذا التقرير عن نجوم كره عالميين لم يرفعوا دوري ابطال اوروبا. طبعا دوري ابطال اوروبا يعتبر من اهم البطولات العالميه بعد كاس العالم، وطبعا خاصه على مستوى الانديه. دفقت هذه البطوله وتاسست في عام 55 ولا زالت مستمره حتى الوقت الحالي، يرصدها العالم لانه ياسسها طبعا هذه البطوله الاتحاد الاوروبي لكره القدم ويضم اغلب نجوم العالم. خلينا نتابع اكثر.